ظلمنا جدا. حتى يعني هو رفع تنسيق الكليات، المفروض ان هو التنسيق يعني يبقى اقل من كده حتى رأفتا بينا احنا، ورفع تنسيق الخاص كمان. طب يعني احنا المفروض نروح فين؟ يعني مثلا كان لي حلم ان هو يحققه في كلية مثلا معينة، طب ايه يعني احنا ما دخلناش اي حاجة ولا كده طولنا اي حاجة ولا خاص ولا عام؟ طب ايه يا واحدة زي ان هي مثلا تفضل تذاكر طول السنة ويجي في الاخر نتزلم في درجات ونروح نقدم تظلمات ويطلع علينا درجات وفي الاخر برضو مش بناخدها. كنت مفروض اخش كلية حلوة بس ما جاليش غير تجارة، وجبت 90%. جبت 95% واتنين من عشرة، والتنسيق كان عالي برضو، وعملت التظلم وليها درجات وما جاتش، ودخلت في الاخر علوم بنها، وكان نفسي في اسنان. التنسيق ظلمني وتصحيح فجبت 80%. ازاي ان انا كنت علم علوم وفي الاخر تجيلي كليه ادبي؟ يعني حرام بجد. والتنسيق في الاخر عالي جدا، يعني كل اللي جاب بس عالي هو اللي دخل كليات، واللي جاب مثلا في 90 انا كده تساويت زي اللي جاب 70. دخلت برضو مرحله تانية وجالي في الاخر تجاره وتربيه وحاجات ما انا مش ان انا استحقها اصلا. بنتي ما دخلتش كليه تربيه علشان كان نفسها تخش كلية التربية علشان 2%، التنسيق ظلمها أصلا. جايب 96.3 من 10، وكان نفسي أخش صيدلة بس فرقت معايا 3 درجات، ودخلت طب بيطري هنا مشتهر، بس طبعا التنسيق كان عالي قوي، وكان فيه يعني الغش نصف ناس كتير ما كانوش بيذاكروا اصلا. كل المجاميع اللي حسب مجموعي بعيدة عن منطقتي، وكل ما اجي احاول يقول لي خارج النطاق الجغرافي وكله بعيد عن المنطقة الجغرافية بتاعتي، ولازم نبعد عن المكان اللي احنا ساكنين فيه عشان نخش كليه عدله. 90% مش اكتر، وفي الاخر برضو تجار، فهي انها كده في الاول وفي الاخر اتساوت بطالب ادبي او بطالبه. مفيش طبعا احباط نفسي، نفسيتها زي الزفت، عياط كل شويه، بيجي لها تجاره زيها زي اي حد. يعني ما استفدناش حاجه، يعني علم علوم وفي الاخر تساوينا بالادبي او تساوينا باللي ما بيذاكروش خالص اصلا. مش ده ظلم للطلبه لما الطالب ما يخشش كليات القمه على 1% او 0.5%؟